بديت ألعب كرة قدم وعمري 9 سنين مركز خطوات. كنت أشوف صحباتي بالمدرسة وبيلعبوا أشجعني. أول حدا معلمتي قالت لي إنه في مركز خطوات وهيك قريب عليكم تروح تتدربوا. بعدين أبوي هو أكتر حد شجعني. لعبت حوالي 2 سنين لاعبة. بعدين كان عندنا بطولة بال14 ما كان في حراس فحبيت أجرب الحراسة فزبطت معي. هلا إشي كتير منيح. أول إشي كأنه كأول دولة عربية تستضيف كأس عالم. أول إشي فخر كأردنيين وكنسميين لهذا الإشي. ثاني إشي فرصة لكل بنت بتلعب كرة قدم إنها تحقق حلمها. بصير زي خبرة للاعبات أكتر. بصير تقبل أفكار الأهالي أكتر. بصير زي عادات وتقاليد. بصير يعني تطوير لكرة القدم النسوية وللملاعب ولكل إشي.